أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في حلقة أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقدار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. هذا ما يوصينا به الرسول بولس، حيث يريدنا أن نمجد الله لأننا خليقته وغاليين جدا على قلب الله. وردت لنا رسائل كثيرة من بلاد مختلفة، ويوجد هذه الرسالة لفتت نظري من المملكة العربية السعودية، تقول: بسم الله الذي يعبده كل إنسان، إلى برنامج أسئل عن الإيمان. أتقدم لكم بخالص الشكر عن هذا البرنامج الناجح لكي يعرف الجميع الحقيقة، وأشكر بالذكر حضرة القمص زكريا بطرس وعلى مجهودكم الحكيم لتوصيل الحقيقة. ولكن عندي العديد من الأسئلة، فرجاء أن تدلوني على الإجابة عليها، سواء في برنامج أو في خطاب مسجل على العنوان والظرف. هل رقم واحد، هل تم تحريف الإنجيل؟ ولماذا كتب 4 تلاميذ فقط؟ وهل كان هناك إنجيل بطرس وحذف، ولماذا لا يوجد إنجيل واحد؟ سؤال 2، عندما كان المسيح يصلي ألم يكن يصلي إلى الله؟ سؤال رقم 3، إذا كان المسيح هو الله المتجلي، من أين جاء القرآن لكي نعرف الحقيقة بدون خجل؟ هل يستطيع إنسان أن يصنع هذا القرآن؟ سؤال 4، المسيح يقول بلسانه: الساعة لا يعلم بها الإبن إلى الآب، ولم يقل ليعرف أنك أنت الإله الحقيقي وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. نريد تفسير لهذه الأسئلة، ولكم جزيل الشكر. وهناك طلب آخر، نريد ترجمة لقناة شمال إفريقيا. أوكي، فقط أسئلة كثيرة حلو نسمعها من قراءنا الأعزاء. جميل. والله يريدنا أن نعرف الحق، ويريدنا أن نسأل. تمام. وأيضا أحد الأسئلة الذي أتت لنا هو بخصوص ما ذكرت أنت عن دائرة معارف، أنه هناك عن القرآن. هل ذكرت هذه المجموعة شيء عن النص القرآني نفسه؟ أنت تكلمت عن نسخ قرآن متعددة، ولكن السؤال هو عن النص القرآني نفسه، هل ذكرت دائرة معارف عن أي نصوص مختلفة؟ جميل. أولا عشان خاطر ما فوتش الكلام بتاع أسئلة، عن إذن حضرتك. نعم تفضل. الأسئلة ممكن نجاوب إجابات بسيطة سريعة، لكن احنا كنا جاوبنا في حلقات سابقة هذه التساؤلات. بيسأل بيقول رقم 1، هل تم تحريف الإنجيل؟ اتكلمنا عن السلسلة دي، قلنا ما تمش تحريف، تم اللي بيدعوا ان هو تم تحريف. تم قبل محمد ولا في أيام محمد ولا بعد محمد؟ نعم. فإذا كان لحد محمد ما مات شهد للكتاب المقدس، قال قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. منهما اللي هو التوراة والإنجيل يعني. فإذا كان ده لحد محمد، بعد محمد راح يتغير، يعني بعد القرن 8 من الميلادي وانتشرت المسيح في كل الدنيا. نعم. صعب قوي. سؤال تاني، عندما كان المسيح يصلي فلمن كان يصلي؟ نعم. المسيح يا عزيزي الفاضل إنسان كامل زي وزيك من غير خطية، وتجلى فيه الله زي ما تجلى للجبل في الأعراف، وزي ما تجلى لموسى في الشجرة. فالناسوت اللي هو الجسد كان بيصلي للاهوت اللي هو الله. أمرها بسيطة. إلى آخره من هذه الأسئلة، أتمنى أن احنا نبعث له إجابة على أسئلته. نعم. ولعلها تكون وصلته. فأنت تقول الله يستطيع أن يصبح بشرا، لكن البشر الإنسان لا يستطيع أن يصبح إله. الله يستطيع أن يتجلى. نعم. في حجر زي الجبل، وفي شجر
زي ما ظهر لموسى لموسى. فإذا في بشر والبشر أرقى من الحجر والشجر. نعم. هذه أمر وسط. نعم. السؤال بتاع التاني حضرتك اللي بتقول عليه النص القرآني نفسه. أنا بحب قوي أرجع لدائرة المعارف الإسلامية دي لأنها مرجعية فعلا. ففي جزء 26 وفي صفحة 8186 8186 نعم. فبيقول إيه الكلام هنا موجود بالنص، بيقول من الأفضل أن نتحدث عن النص القرآني المعروف بمصحف عثمان. نعم. لقد كانت هناك اختلافات منذ البداية في نسخ عثمان، اختلافات إملائية وتهجية الكلمات. نعم. وأضافت يوجد عدد من الاختلافات الإملائية في مصحف عثمان نفسها بالمدينة المنورة ودمشق والبصرة والكوفة ومكة، لأنه بعت لهم كلهم نسخ. نعم. وجدت أخطاء في النسخ من المصحف نفسه بتاع عثمان، وردت في كتاب المقنع لأبي عمرو الداني. الكلام ده موجود هنا. موجود هنا اختلافات منذ البداية في نسخ عثمان. نعم. اختلافات إملائية حتى نسخ المدينة المنورة اللي هو كان قاعد فيها عثمان بن عفان. أنا بشكر الله من أجل دائرة المعارف دي، تتكلم عن الحق واضحا من غير تورية ومن غير تعتيم. شيء رائع إن هو يوجد في العالم العربي مثل هذا. هل ذكرت الموسوعة أمثلة عن هذه الاختلافات بين النسخ؟ بالتأكيد موجود. نعم. يعني مصحف عثمان راح دمشق. نعم. وراح الكوفة وراح البصرة وكان منه في المدينة. فنسخة دمشق ورد فيها وفي سورة آل عمران آية 184. ده الكلام ده في الموسوعة بنفسها بتتكلمه في صفحة 8187. نعم. بتقول يقال ان في نسخة دمشق كان مكتوبا وبالزبر وبالكتاب بدلا من الزبر والزبر والكتاب، إضافة به في الآية 184 من سورة آل عمران. وأيضا ورد في مصحف عثمان بدمشق منكم بدل منهم في الآية 21 من سورة غافر. والكوفة، أن نسخة الكوفة من مصحف عثمان كان بها عملت بدل من عملته في الآية 25 من سورة ياسين. اختلافات كثيرة. وفي نسخة الكوفة أو أن من أي سورة؟ من سورة غافر آية 26. نعم. أي أو أن. لكن في النسخة العثمانية وأن، مش أو أن. نعم. ترى ما هو سبب هذه الاختلافات؟ كيف تحصل هذا؟ ما هو سر الاختلافات؟ سؤال جميل أجابت عليه برضو دائرة المعارف. أنا بشكر ربنا من أجل الدائرة دي. أجابت عليه في صفحة 8187 أيضا العمود الثاني. بتقول إيه؟ قد تكون عدم دقة من الناسخين. الناسخ اللي بينسخ. نعم. مش دقيق. تقول لي طب بتحصل، مش ممكن. أيوة تحصل في أي حاجة، لكن المصحف لا. لأن المصحف يقول لك إيه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمش ممكن يتغير. وأدم اتغير يبقى فين ربنا اللي حافظه؟ يبقى بقى كلام بشر. وهو ده التساؤل، يعني المصحف ده كلام بشر ولا كلام ربنا؟ لو كلام ربنا يبقى ما يتغيرش، لا بناسخ ولا غير ناسخ. فهنا السؤال اللي موجود. وتضيف دائرة المعارف أيضا قائلة السبب الثاني، لقد كانت حروف الهجاء العربية بما اعتراها من القصور في ذلك الوقت هي التي استخدمت في كتابة نسخ القرآن الأولى، مما أدى إلى ظهور اختلافات في القراءات وفي صلب النص. غريب. ممكن نقول لأي كتاب يحصل كده، لكن المصحف بنقول لا. كلمات خطيرة جدا. عارف ليه؟ نعم. لأن ده مكتوب في اللوح المحفوظ. طب والكتابة في اللوح المحفوظ بالخط القصر،
ولا بالخط السليم؟ نترك الإجابة للمشاهدين. بالتأكيد. نعم. وتستكمل بقى الدائرة الإسلامية برضو توضيح الأمر قائلة: ففي خلال القرن الهجري الأول كانت العربية تكتب بما يمكن أن نسميه الحروف الناقصة. نعم. حيث كانت تستخدم الحروف الصامتة غير المتحركة، يعني لا كان في ضمة ولا كسرة ولا فتحة، بدون تشكيل وبدون تنقيط. كما كان الرسم الواحد للحرف يستخدم للدلالة على صوتين أو ثلاثة. وبتدي أمثلة، ممكن تعطينا أمثلة؟ زي حرف الدال. نعم. كان بيتكتب كده من غير نقطة، فتقدر تقراه دال وتقراه زال والراء كذلك. أما بقى النبرة دي اللي هي ممكن تبقى به، ولو حطت لها نقطة من فوق تبقى نون، ولو حطت لها نقطتين من تحت تبقى يه، ولو حطت لها نقطتين من فوق تبقى ته، ولو حطت لها ثلاثة من فوق تبقى سه. يعني الحرف الواحد ممكن يتحول، يا ترى كده ولا كده ولا كده ولا كده. بناء على كلامك هذا ممكن ينشئ مشاكل بلغة القرآن نفسها. تماما. وهذا ما حدث، وهذا ما أشارت إليه دائرة المعارف الإسلامية صفحة 8187 و3188، الكلام متصل. بتقول إيه بقى؟ بتقول: وحتى في حالة الاتفاق على نطق الحروف الصامتة فإن مشكلة أخرى تظل قائمة، فبعض الأفعال يمكن أن تقرأ بصيغة المبني للمعلوم وممكن أن تقرأ بصيغة المبني للمجهول، لأن ما فيش إيه تشكيل. مش كده؟ نعم. كما أن بعض الأسماء يمكن أن تضم نهايتها أو تفتح أو تكسر، اللي هي علامات الإعراب. نعم. طب ما كانش فيه الشرط دي، يبقى مفعول به ولا فاعل ولا مجرور ولا مضاف إليه مش معروف. كما أن بعض الأسماء يمكن أن تقرأ على أنها أفعال أو العكس. ده الكلام ده في للموسوعة العربية. نعم. يقول: وقد جمعت أمثلة عديدة من الاختلافات التي نشأت عن طريق الكتابة بما سميناه بالحروف الناقصة غير المعجمة أو المشكلة وغير المنقوطة. أمثلة عديدة من الاختلافات في النص. ونفس هذه الاختلافات تجعلني أتساءل بتأثير هذه الاختلافات على المعنى. المعنى يتغير. بالتأكيد. وده برضو ما أقرته الموسوعة العربية. نعم. قد أكدت تأثير هذا في 8188 العمود الأول. بتقول كده: ففي معظم الحالات كان المعنى يتأثر. نعم. كالاختلافات في كبير وكثير في الآية 219 من سورة البقرة. يسألونك عن الخمر، والاختلاف في حدب وجدث في الآية 96 في سورة الأنبياء. وأمثلة كثيرة. وذكر السجستاني في كتاب المصاحف أمثلة أكثر. يقول إيه في صفحة 50 إلى 77 في باب اختلاف مصاحف الأمصار اللي هي البلاد في نسخ مصحف عثمان، صفحة 39 إلى صفحة 49، وباب اختلاف المصاحف مصاحف الصحابة من 50 إلى 77. ترى ماذا عن الاختلاف في الإعراب؟ اللغة العربية مش لغة بسيطة. أي. هل ذكر شيء عن موضوع الإعراب؟ بالتأكيد برضو ذكرته تاني في نفس الصفحة في السطور الأخيرة من آخر العمود الأول. وفي بعض الأحيان كان الاختلاف في إعراب أواخر الكلمات التشكيل أو في أمور أخرى لا يحدث تغيير، لكن بتحدث تغيير في المعنى في البعض الأحيان الأخرى. وبطبيعة الحال هذه الاختلافات كان تتطور بأشكال مختلفة أيضا. بالتأكيد. بس عارف في نقطة مهمة قوي، يعني الاختلافات. طب ده قرآن مجيد في لوح محفوظ، ازاي يبقى
في اختلافات وفي لوح محفوظ. مش واخد بالك؟ يبقى إذن ده مش اللوح المحفوظ ببساطة كده. فده تساؤل، يعني هل القرآن اللي بين إيدينا دلوقتي هو ما في اللوح المحفوظ؟ لما بيقولك اختلافات وأدت إلى اختلافات في المعاني، دائرة المعارف، فأنت تتساءل هل هذه الكتب القرآن الذي بين يدينا هو كلام الله؟ ده سؤال خطير جدا. من دائرة المعارف الإسلامية اللي قدم ليها شيخ الجامع الأزهر وقالوا أسمى ما وصل إليه العلم. بتقول الاختلافات وأثرت على المعنى. نعم، نرجع إلى تطور مشكلة الاختلافات، كيف تطورت هذه المشكلة خلال السنين الماضية؟ شوف عزيزي، في القرن الأولاني وضح الكلام ده. الموسوعة العربية بقى بتخش في التطور بقى. في صفحة 8138 العمود الثاني بتقول: وفي الفترة الأموية اللي هي من سنة 41 ل 132 هجرية زادت الاختلافات، زادت الاختلافات في القراءات في مصحف عثمان شيئا فشيئا، وظهرت قراءة جديدة تشتمل على مزاوجة بين المعتمد المصحف عثمان والقراءة المنسوبة لآخرين، خاصة ابن مسعود وأبي. نعم. يا عم فين بتاع اللوح المحفوظ يا حبيبي؟ لا احنا عايزين عبد الله ولا عايزين أبي ولا عايزين عثمان. الحاجات ديت مختلفة وتلمت وتحطت وتعمل منها ميكستشر. طب والأصل واللوح المحفوظ بقى كأنه كتاب بشري بيجوز فيه التغيير والتحوير ويلموه ويوفقهم بين الكلام. لا مش ده كتاب إلهي ولا كتاب بشري؟ ما هو يعني هنا ده السؤال العجيب ده في عصر الدولة الأموية. زادت الاختلافات وظهرت قراءات. في العصر الدولة العباسية برضو في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة وفي نفس العمود: وفي بداية العصر العباسي كان هناك مثل هذا الاختلاف في القراءات، بحيث أصبح من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة لمصحف عثمان والقراءات الأخرى. شفت وصل إلى أي حد؟ نعم. في الدولة العثمانية. وتواصل الموسوعة الإسلامية فتقول: إلا أنه باستخدام الحروف العربية الواضحة المعجمة، يعني اللي فيها تشكيل والمنقطة، دخل شيء من الانضباط على هذه القراءات. حلو؟ ده انضباط بشري برضو. نعم. احنا لسه بعيد برضو عن اللوح المحفوظ. ايوه. وتستدرك الموسوعة الإسلامية وتقول: ولكن لا يعول عليها لما فيها من تناقض لعدم توافقها مع الشواهد التي يقدمها لنا علم تطور الخط. ايه ده؟ تناقض، تناقض، هل ده كلام؟ اهي: لا يعول عليها كثيرا لما فيها من تناقض. نعم. لعدم توافقها مع الشواهد التي يقدم لها لنا علم تطور الخط. فدي مشاكل. ذكرت شيء عن وقت الحجاج بن يوسف الثقفي. هل هناك تغييرات أجراها أيضا؟ طبعا، بس قبل كده لسه في القرن الرابع. تذكر برضو دائرة المعارف في صفحة 8189 تقول لك: وفي بداية القرن الرابع الهجري انتشر استخدام العروف العربية المعجمة والمنقوطة، رغم أن بعض المشتغلين يقول لك إيه استخدام هذه الحروف المنقوطة والمعجمة على نطاق واسع هو أن الاختلافات في القراءات أصبحت معلنة وواضحة. يا خبر أبيض. نعم. الاختلافات أصبحت معلنة وواضحة، لكن معظم الناس يجهلون هذه الاختلافات. ده تعتيم كبير قوي يا جماعة على الموضوع. الحاجات دي لازم تطلع. أمال هم طبعين الكتب دي بيوزعوها ليه؟ مش يردوا على التساؤلات؟ لا، شوف الأعجب بقى. يقول لك إيه: وتضيف الموسوعة قائلة: وأدى هذا إلى نزاعات حادة حول أي القراءات أصح. تاهت الحقيقة. نعم.
كيف لأخي المسلم اللي أنا بحبه وبحب حياته الأبدية ما تضيعش وراء تعتيم؟ يعمل إيه؟ بيتبع كتاب ضاعت معالمه. ده بشهادة دائرة المعارف الإسلامية. أنا بعتقد إن دي أسئلة خطيرة جدا ومحتاجة إلى إجابة من ذوي العلم والمعرفة. نعم. وإلا العملية صعبة. فهل من يجيب؟ أمين. نعم. أمين. أما بقى نأتي إلى الحجاج. الحجاج بن مصف الثقفي. الحقيقة الموسوعة العربية برضو بتضيف إلى هذا الأمر. الموسوعة العربية الميسرة. الموسوعة العربية الميسرة صفحة 690. دعني أطلعها ونقرأ الكلام اللي كتبوه في هذا الشأن. 690 يقول: لما كثر الخطأ في القراءة لما كثر الخطأ في قراءة القرآن عهد إلى نصر ابن عاصم ضبطه. كثر الخطأ في قراءة القرآن. شيء رهيب جدا إن المراجع العربية ولما كثر الخطأ في قراءة القرآن عهد علي بن أبي طالب إلى نصر ابن عاصم بضبطه. بشري، بشر هيضبطوا القرآن. بيقال إنه أصله سماوي وموجود في اللوح المحفوظ. أمور محتاجة إلى أسئلة، وكثر الخطأ فيه مشكلة. ويقول أبو داود السجستاني في كتابه المصاحف صفحة 49: غير الحجاج بن يوسف في مصحف عثمان 11 حرفا، وذكرها بالتفصيل في صفحة 49. كيف يتم التغيير؟ غيرها. ده يقول لك تعديل، والسجستاني يقول تغيير. الله، ده بقى كتاب بشري. أنت الآن أثبتت أنه هناك اختلافات كثيرة من هذه المراجع، فما هو تقييمك الشخصي على هذه الاختلافات؟ شوف عزيزي، أولا تعليقي على هذه الأمور في المراجع اللي أنا رجعت إليها في دائرة المعارف الإسلامية قالت كلام حول كل هذه الاختلافات في القرآن. قالت إيه؟ كيف تحدث هذه الاختلافات؟ ده رد يعني. كيف تحدث هذه الاختلافات اللي ذكرناها من الموسوعة، واللي ذكرناها من دائرة المعارف، واللي ذكرناها من السجستاني؟ الاختلافات دي كلها بتخليني أتساءل. أمال فين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فين الحفظ ده؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا اختلافات والتناقضات اختلافات جذرية وكثيرة. يبقى ازاي هذه امور صعبة للغاية ومتاهة محتاجة الى ردود؟ فين القرآن بتاع محمد؟ فين اللي مكتوب في الرقوق؟ نعم. فين كل أسئلة فمحتاجة إلى ردود. تفضل. شكرا. جاء أيضا سؤال آخر، وهو يقول: أنتم تؤمنون بأن الله هو المسيح، فكيف تقبلون أن الله يتصرف كالبشر، يأكل ويشرب ويذهب للحمام وأشياء صعب تقبلها؟ الله ظهر في جسد. نعم، الله ظهر في جسد. فالجسد لا زال زي ما هو، والله حلل فيه. فالجسد يأكل ويشرب ويتصرف كالبشر. لكن الله لا يتأثر. نعم. طب أدي لك مثل صغير. الشمس وأشعتها
لما الشمس تيجي كده على بركة راكدة أو على مجاري والأشعة تخش تخترق, بتتلوث الأشعة ولا بتطهر المكان؟ بتطهر المكان. شفت ازاي؟ فالناس اللي بيفهم يقول لك ربنا ازاي الله الجسد يأكل ويشرب ويقضي حاجة, لكن الله لا يتأثر لأنه متجلي فيه. فده الرد ببساطة يعني. نعم. يوجد سؤال آخر وأخير يقول فيه: إني أخاف من الله وهذا ما يبعدني عنه, فماذا أفعل؟ شوف عزيزي, صورة الله في الإسلام 100% بتخوف, الجبار المنتقم المتكبر إلى آخره. ولكن في المسيحية الله محبة. الله لا يخيف. أب أكون لهم أبا وهم يكونون لي بنين. نعم. ليتعامل مع الله كأب في محبة كاملة مش هخاف. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين, سمعنا عن اختلافات كثيرة وتناقضات كثيرة. أنا أؤمن أن الله وكلام الله هو محفوظ وأزلي منذ الأزل والأبد ولن يتغير أبدا, وكلام الله ينبغي أن يكون محفورا في القلوب قبل العقول. الله محبة, والله يقول: تعرفون الحق والحق يحرركم. فإن كنت تريد أن تعرف الحق وهو الله, ارفع قلبك إليه, قلب نقي وطاهر ومتواضع, كما أنا رفعت صوتي إلى الله. وقفت أمام الكعبة في السعودية منذ سنين طويلة ورفعت قلبي إلى الله وسألته, قلت: يا رب, أنا أريد أن أعرفك لأني أحبك, أظهر ذاتك وكلم عبدك. وشكرا لله الذي تعامل معي من خلال سنين طويلة, اختبرت فيه أمانته ومحبته, واختبرت الإله القريب الصديق الألصق من الأخ الذي صار لي أبا سماويا وصرت له ولدا. شكرا وإلى اللقاء.